الجزئيه الثانيه، انا كنت في يوم تقريبا 20/5 في زياره لمحطه السكه الحديد في السويس. ليه؟ خمس قطارات متحركين من السويس رايحين الشرقيه ورايحين القاهره ورايحين اسماعيليه ويقضوا 2800 جنيه. كنسل. مع الوزير احنا نتحدث في كنسل. لما يبقى عندي النهارده انا ايرادات هذه القطارات، الراكب مشي وما بيركبهاش لسوء الخدمه. كمان النهارده لما يبقى انا بتكلم بعربيه الرواس تجيبهم في اليوم 2800 جنيه لخمس قطارات، انا بتكلم سعادتك بعطاء وارقام، وانا بعدل سعادتك في هذا الامر بيان عاجل. لكن للاسف السديد لو نناقش سيدنا نناقش هذا البيان العاجل. لما يبقى عندي خمس قطارات طالعين يردوا هذا الكلام. كمان الاخطر من هذا وذاك، لما يبقى عندي 100 السفن و100 الادبيه و100 الزيتيات وابقى خمس قطارات بضائع متحركين في السويس في خلال خمس شهور. خمس قطارات بضائع، يعني احنا النهارده عندنا 100 السويس، 100 السفن و100 الادبيه و100 الزيتيات والمواد المحجريه. مع الوزير مواد محجريه عامله كوارث عندك على الطريق اللي بتتنقل من خلال سيارات النقل. لماذا لم يتم تفعيل قطارات البضائع من مدينه السويس؟ هتبقى دفعه اقتصاديه وفي نفس الوقت بتخف كمان.